متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات. مشاهدينا، خلال عدد اليوم من برنامج تساؤلات سنناقش زيارة وزير الخارجية التركي إلى الجزائر أبعادها، كما سنتحدث خلال عدد اليوم من برنامج تساؤلات عن زيارة الأخيرة لرئيس بعثة المينوسما الذي أشاد بالالتزام الثابت للجزائر لصالح مسار السلام في مالي. وسنتحدث دائما عن دور الدبلوماسية الجزائرية التي استعادت عافيتها، دورها في ظل الأزمات الإقليمية وكذا الدولية. نقاط أخرى نناقشها بحضور كل من الأستاذ فيصل مقدم، أستاذ القانون الدبلوماسي. مساء الخير أستاذ، وشكرا لك على تلبية الدعوة. عفوا أستاذ، شكرا. كما يحضر معنا الأستاذ رشيد علوش، الباحث في الشأن الإفريقي. مساء الخير أستاذ رشيد، وشكرا لك على تلبية الدعوة. كما سيشاركنا عبر مداخلة عبر سكايب كل من الأستاذ محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، سيشاركنا المداخلة من القاهرة. وسيلتحق بنا كذلك عبر تقنية السكايب محمد مصطفى سنجري، الكاتب والصحفي، سيلتحق بنا عبر تقنية سكايب من مالي. السهل الحديث معك والأستاذ فيصل مقدم ضمن المحور الأول من برنامج تساؤلات المتعلقة بزيارة وزير الخارجية التركي إلى الجزائر، ما مدى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم أستاذ مجد، يعني قبل ما نبدأ في الإجابة على السؤال، بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل، لابد أن نتقدم بخالص تعازينا لأسر العائلات الجزائرية من مدنيين وعسكريين في هذا المصاب الجلل. الله يصبرهم ويصبر كاع الشعب الجزائري. اللهم أمين يا رب إن شاء الله. نوليو إلى سؤالك الذي مفاده يتعلق بالعلاقات التركية الجزائرية. احنا نشوف زيارة يعني في سياق العلاقات الدولية اليوم، زيارة تركية تأتي بثمارها وتأتي بثقلها في الجزائر. لماذا؟ لأنه إذا كان شفنا بالمقابل، راه بالك نطرقوا بعد الجزئية هذه، زيارة الوزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الذي يكنان العداء إلى الجزائر وتركيا في نفس الوقت، لأنها داعمة لتركيا، داعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك نجد الجزائر كذلك اليوم في سياق يعني لها وزنها الدبلوماسي والخارجي على المستويين الإقليمي والدولي، لأنه هذا في سياق علاقة دولية. لا يمكن يعني تزامنت هذه الزيارة مع يعني الزيارة اللي كانت يعني دائرة العداء الإقليمي، دائرة العداء الجوار الغربي للجزائر. نولي إلى مضامين الزيارة. نحن نعلم أنه يعني بما أنك أستاذ استسمحك أشرت الجزئية المغرب، وكما يرد في شريط يحدث الآن فيه تصريحات مغلوطة جاءت بتحريض من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هذه التصريحات المغلوطة دائما يقوم بتنفيذ أجندة حليفه الجديد، والذي يهدف إلى مؤامرة خطيرة ضد الجزائر. يتوالى العداء مرة أخرى من قبل نظام المخزن ضد الجزائر. يتوالى العداء وتتوالى الانتكاسات الدبلوماسية المغربية وسقطاتها التي توسع من دائرة العداء الإقليمي للجزائر، ولم تترك لا البلد الشقيق الجزائر ولا حتى البلد يعني اللي كان صديقها فرنسا من خلال التجسس عن نظام بيجاسوس. واليوم كذلك نجد أنه يعني إسرائيل ماذا تجد في الجزائر؟ بقيت الجزائر هي المعادلة الصعبة، هي الرقم الصعب في شمال إفريقيا، لذا تتخذ من أجندتها للمرور إلى يعني إلى المغرب عبر يعني بوابة التطبيع إن صح التعبير وقطار التطبيع للنيل من ثوابت ومسار الدبلوماسية وتحركاتها الحديثة. لأن ثقة الدبلوماسية الجزائرية اليوم يأتي في الاتحاد الإفريقي إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا، هذه الدول الوازنة والفاعلة التي تضرب بثقلها في دعم الدول العادلة والدول التي تحاول أن تنال تقرير مصيرها كالشعب الصحراوي. واليوم تأتي اليوم إسرائيل أو الكيان الصهيوني إن صح التعبير يحاول من خلال المغرب يعني التنسيق الأمني، لكن عنده خفايا، هذا ما هو ظاهر، لكن الخفي بعد التطبيع هو الضرب استقرار الجزائر والضرب الوحدة الجزائرية والضرب الأمن القومي الجزائري. لأنه استقطاب الكيان الصهيوني إلى الجانب إلى الجناح الغربي للجزائر هو للتجسس على التحركات الجزائرية، للتجسس على كل ما يحاك وما يحيط بالجزائر. وكذلك ما لا ننسى ولا يخفى على أن الجزائر بمواقفها الثابته يعني ثوابتها تدعم جميع القضايا العادله، وهذا يعني اصدرت بيان الخارجيه في ذات السياق، انه يعني رغم انه يعني بعض الدول منحت دور الكيان الصهيوني كدور ملاحظ
في صفة مراقب في الاتحاد الافريقي، تسارعت الجزائر الى يعني هذه الى نبذ هذا السلوك ان صح التعبير الذي لا يتماشى لا مع مبادئ الاتحاد الافريقي ولا مع مبادئ الشرعيه الدوليه. ماذا ياتيك من محتل؟ هل ماذا يفيد الاتحاد الافريقي؟ ماذا يفيد النظام الاساسي للاتحاد الافريقي والمواثيق الدوليه ذات صله؟ واليوم نجد كذلك انه يعني الجزائر نجحت بتحركتها في عده عواصم افريقيه من تحديد جلسة وبيان يعني لمناقشة هذا الوضع، واليوم كذلك هذا النجاح يعني أثار حافظة المغرب وحافظة إسرائيل كذلك اليوم اللي تحاول لضرب استقرار وحدة الجزائر من هذا البوابة. سيد رشيد علوش، نعود للملف فيما تعلق بزيارة وزير الخارجية التركي الذي شرع في زيارة إلى الجزائر، واعتبر ضمن تصريحاته بأنه هذه الزيارة جد مهمة، خاصة نؤكد خلال تصريح له تطابق الرؤى بين الجزائر وكذا تركيا فيما تعلق بالقضايا الإقليمية والدولية التي لا تزال لحد الساعة محل نقاش ما بين العديد من الدول. أختي ماجدة، يعني أضم صوتي لصوت الأستاذ ولصوت مجمل الجزائريين الذين يواجهون في هذه الأيام محن مترابطة أيضا متعلقة بالوباء، والمحنة الأكبر المتعلقة أيضا بالجرائم المخططة وحتى الجرائم الإرهابية التي ارتبطت بإشعال النيران في الغابات الجزائرية. لذلك نعزي أنفسنا بداية كجزائريين، ونعزي شهداء جيشنا الشعب الوطني، ونعزي أيضا المدنيين الذين سقطوا دفاعا عن ممتلكاتهم وعن حقولهم وعن ماشيتهم، ونطلب من الله أن يسلم ويحفظ كل الجزائر ويحفظ كل شبر من هذا من تراب هذه الأرض الطيبة. نغلق القوس ونعود فقط لزيارة وزير الخارجية اليوم إلى الجزائر. وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو إلى الجزائر اليوم تأتي في ظروف غير طبيعية بالنسبة للدولتين، مقارنة بالحرائق والكوارث الطبيعية المنتشرة بالنسبة لتركيا وحتى بالنسبة للجزائر، وتأتي أيضا بالنسبة للتحركات في مجمل الملفات المنتشرة في البيئة الإقليمية الأمنية للدولة الجزائرية، بداية من الأزمة السياسية الداخلية في تونس، مرورا عبر التحركات التي تشهدها هذه الأيام الأزمة في ليبيا، والحديث على أنه لا يمكن الوصول إلى تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر بسبب ضيق الوقت وبسبب تعنت العديد من الأطراف، ولكن في الطرف الآخر التوغل أو الانخراط الكيان الصهيوني في منطقة المغرب العربي وفي مجمل القارة الإفريقية. لذلك نشهد أن الزيارة جاءت كتجسيد ربما للزيارة الأولى التي قادت الرئيس التركي في 2020 رجب طيب أردوغان في تلك الفترة، واعتباره أول رئيس أجنبي يزور الجزائر بعد وصول السيد عبد المجيد تبون إلى السلطة، وأيضا تأتي في الطرف الآخر بربطها بالملفات المنتشرة وتأكيد اليوم وزير الخارجية التركي على أن الجزائر تلعب دور إيجابي وتلعب دور محوري في الأزمات أو في المنطقة على المستوى الإقليمي وحتى في مجمل القارة الإفريقية. صحيح. في محاولة أيضا يعني نعود فقط للشريط العاجل الظاهر في الشاشة ونربطه بين رد اليوم وزير الخارجية التركي بالقول بأنه يعني وكأن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو رد على ما صرح به وزير الخارجية الكيان الصهيوني في المغرب بقوله بأن الجزائر لديها علاقات مع إيران في منطقة المغرب العربي وهي تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة، وتعمل بناء على محاور عدة على مستوى الاتحاد الإفريقي لمنع أو لنزع صفة مراقب على مستوى الاتحاد الإفريقي. صحيح. لذلك لو نعود ربما إلى سياقات الزيارة وأهمية الزيارة في الوقت الحالي والتقائه أيضا بالسيد عبد المجيد تبون في هذا اليوم وتأكيده على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الحديث عن حل الأزمات المنتشرة في المنطقة بدون إشراك الجزائر، لأنه الآن حقيقة أصبح وقال كذلك بأنه توصلنا إلى اتفاق من أجل العمل والتعاون في كل هذه القضايا. أذكر الدور المهم الذي تلعبه الجزائر من أجل مصالح المنطقة سواء في العديد من القضايا، نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن تونس، نتحدث عن منطقة الساحل، كلها قضايا أشار بالدور المهم للجزائر من أجل مصلحة المنطقة ككل. ربما نجزئ الملفات بالنسبة للملف الليبي في قبل مؤتمر برلين كما هو معلوم، نظرا لظروف هيكلية مرتبطة بالنظام السياسي في الجزائر في تلك الفترة، ونظرا للغياب ربما نوع ما بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية عن الملفات وتراجعها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى الجزائر وخلال عندما كان يتم التحضير لمؤتمر برلين كان هناك إلحاح وكان هناك تأكيد من طرف الرئيس التركي على أهمية أن يعطى دور للجزائر وأن يتم منح
المسار الجزائري لحل الأزمة الليبية، وهذا ما حصل بالفعل. وكانت الجزائر شريكا لألمانيا في إعداد مخرجات مؤتمر برلين واحد. وأيضا بالنسبة للأزمة التونسية الآن، باعتبار أنه الرؤية التركية مع الرؤية الجزائرية لمنع التدخل في الخروج من الأزمة السياسية في تونس الحاصلة الآن، والتي هناك تدخلات من العديد من الدول في محاولة لتوجيه مسار الحل نحو أجندة محددة، وهذا ما ترفضه الجزائر وترفضه ربما حتى أيضا تركيا، التي أتت اليوم تصريح وزير الخارجية التركي وقال بأن وجهات نظر الجزائر وتركيا متطابقتين. ولكن نعود أيضا إلى منطقة الساحل الإفريقي، كما هو معلوم في أوت من 2020 عندما حصل الانقلاب في دولة مالي، كانت أول زيارتين بالنسبة للدولة المالية في تلك الفترة عن طريق وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم السابق، ولكن أيضا تبعها وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إلى مالي. وهذا طيب أيضا طيب أستاذ رشيد علوش، في اعتقادك هذا التنسيق وهذا التشاور في عديد من القضايا، يعني نجد أنه اليوم الجزائر أصبحت تجمعها العديد من العلاقات مع عديد من الدول، لعل شفنا الزيارات لعدد من وزراء خارجية لرؤساء بعثة مثل ما سنتحدث عن رئيس بعثة المينوسما. اليوم هذه الحركية كيف بإمكانها أن تقرب وجهات النظر بالنسبة لعديد من الدول، وتجعل من الجزائر دائما تحافظ على دورها الريادي في المنطقة الإفريقية بالنظر لكل هذه التحديات التي أصبحنا اليوم نواجهها؟ ونعود ربما لماذا اكتسبت الجزائر هذا الزخم، او لماذا اكتسبت الجزائر هذه المصداقيه على مستوى الملفات الاقليميه وحتى على مستوى الدبلوماسيه ككل بالنسبه للرصيد الدبلوماسي على مستوى الامم المتحده، وصولا الى النزاعات الحدوديه بين العراق وايران، وصولا حتى الى الرهائن الامريكيين في السفاره الامريكيه في طهران في 1982. ولكن نعود ايضا لثبات الدبلوماسيه الجزائريه على مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه من ناحيه، و مبدأ أيضا أن يتم معالجة حل الأزمات المنتشرة في مجمل القارة الإفريقية وحتى في مجمل دول الجوار الإقليمي عن طريق الجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا ما تكرس خاصة بعد عودة السيد رمطلع ممرة إلى مبنى وزارة الخارجية للمرة الثالثة، وتأكيده على أنه يجب إعادة رسم مسارات جديدة للدبلوماسية الجزائرية قائمة على العودة إلى الطبيعة على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى معالجة مختلف الأزمات المنتشرة في القارة الإفريقية. وهذا ما تجسد في فعلا بالزيارات التي قادته الى العواصم الدول الافريقيه، والطلب من الجزائر بان تلعب دور الوسيط في القاره الدبلوماسي. استاذ فيصل مقدم، في اعتقادك هذه المسارات الدبلوماسيه التي اصبحت تتخذها الجزائر، ما هي ابرز تحدياتها اليوم راهي تواجهها في المنطقه الافريقيه ككل بالنظر للتكالب الحاصل ضد الجزائر وبالرجوع دائما لمواقفها اتجاه القضايا العادله؟ نعم، يعني كما تفضل الزميل، يعني اليوم نجد وزير الخارجية التركي أشاد بالمقاربة الجزائرية التي مفادها إبعاد الخيار العسكري وتفعيل الدور أو الحل التفاوضي السلمي، وهذا أثبته في عدة قضايا فيما نجدها من قضية ليبيا اللي راهي اليوم يعني لا شفنا مخرج برلين نفس الطرح ونفس المقاربة التي يعني كانت تنادي وكانت يعني ترافع وتناضل الجزائر من أجله. وهذا ما خلى يعني الجزائر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، يعني حتى التحديات الداخلية بأيادي خارجية وبأيادي يعني خارج عن حدودنا. هناك يعني تواطؤ إن صح التعبير بين بعض الدول الأجنبية التي تحاول إجهاض المقاربة الجزائرية وإجهاض التحرك الدبلوماسي الجزائري، لأنه إذا كان رجعنا إلى الشمال إفريقيا نجد أن الجزائر هي التي بقيت يعني القلب النابض في شمال إفريقيا إبعاد ضد التدخلات الأجنبية، وهذا لا يعني هذا يثير حفيظة كثير من الدول الأجنبية التي لا تريد أن تسترجع الجزائر بريقها الدبلوماسي ونشاطها الحثيث الذي دأبت وألفت عليه منذ يعني عدة قضايا بارزة محورية، يعني كان هناك سجل حافل للجزائر في الدبلوماسي الجزائري. هذه التحديات التي تواجهها كذلك اليوم نجد مثلا يعني بعض الانفلات الأمني في مناطق جوارنا، مثلا في الجناح الجنوبي في مالي. هذه الدول التي تحاول يعني هشاشة النظام وهشاشة الدول والانفلات الأمني هو الذي كان داعي وكان من بين الدواعي للانفلات الأمني في حدودنا الجنوبية. طيب أستاذ فيصل مقدم، في اعتقادك ما هي الآليات وحتى الميكانيزمات اليوم التي تكتسبها الدبلوماسية الجزائرية حتى تضع حد لكل هذه المناورات إن صح القول
التي اليوم أصبحت تستهدف موقف الجزائر اتجاه القضايا العادلة، نتحدث عن القضية الصحراوية، نتحدث عن القضية الفلسطينية بالتحديد. نعم، يعني التحرك الجزائري في حد ذاته هو سبيل للعودة إلى يعني الساحة الإفريقية، ويعني إبراز دور الجزائر لأنها هي الدولة الداعمة لمثل هذه القضايا العادلة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيري، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. لكن إذا كان رجعنا اليوم إلى المخططات والتي تستهدف الجزائر في قوتها العسكريه وقوتها الاقتصاديه، تحاول يعني ضرب الحدود وزعزعه الاستقرار، ضرب الامن الجزائري عن طريق زعزعه الحدود، لانه اذا كان شفنا حدودنا البريه 4600 كيلومتر حدود بريه مع اربع دول بريه، اذا كان راهي يعني كلها محاطه، كلها ملتهبه بنيران الجماعات الارهابيه. والجزائر دائما لا تنفرد بالحل الانفرادي، وانما مبدا الشموليه ومبدا التنسيق ومبدا التكامل هو سبيل في حل الأزمات. لذلك الجزائر اليوم ترافع في كل المحافل الدولية على وجوب التعاون والتكامل والتنسيق الأمني بين هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتصدي لمثل هذه الهجمات، لأنه إذا كان اليوم هذه الدول تحاول زعزعة الأمن بمفهوم المخالفة، فهي تنعكس على التنمية في إفريقيا. وهذا إذا كان لا يمكن، يعني كاين ثنائية متلازمة، كاين معادلة هي استتباب الأمن وتحقيق التنمية. لا يمكن تحقيق التنمية في ظل الفوضى والانفلات الأمني وهشاشة الدول، لكن إذا كان هناك يعني استقرار مؤسساتي بين الدول، وكان هناك يعني بناء الدولة الوطنية، هنا نقدروا نمروا إلى الثنائية التي تعول عليها القارة الإفريقية. لأنه إذا كان شفنا ما عاصفة بالقارة الإفريقية أكثر من 17 نزاع حدودي وسبع حروب أهلية، هذه كلها يعني قامت يعني تخلف القارة الإفريقية، وبقيت النزاعات الإثنية والنزاعات يعني والعمل على خلق التوتر جديدة في المنطقة، يعني لعدم الخروج يعني من هذه المأساة السياسية وبناء الدول الوطنية، لعدم المرور إلى التنمية. والجزائر شفنا في النيباد، شفنا الجزائر كدولة مؤسسة إلى جانب نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا، عملت على يعني مبادرة النيباد، وهي الشراكة الإفريقية لتنمية إفريقيا للولوج إلى التنمية. لأنه إذا كان شفنا القضية اليوم في مالي، ما هو السبب الرئيسي؟ صحيح كاين دواعي تاريخية وسياسية، لكن البعد التنموي هو الأصل أساسي. يعني تنمية الشمال دون الجنوب، هذه المقاربة وهذه المفارقة إن صح التعبير هي التي تعمل يعني وتحاول أن تستثمر فيها الجهات المعادية للجزائر والمعادية للسلام والأمن الإفريقي في زعزعة الاستقرار الجزائري. وكذلك إذا كان اليوم يعني الأمن الإفريقي، الجزائر تحاول دائما التنسيق، في لأنه إذا كان رجعنا إلى اتفاقية يعني محاربة الإرهاب، كانت في خلال الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي كانت في 99 بالجزائر، هذه الدورة هي التي أدت إلى التنسيق الأمني بين الدول الميدان لغرض يعني تنسيق. وبالحديث أستاذ فيصل مقدم عن التنسيق ودور الجزائر في المنطقة، في منطقة الساحل الإفريقي، نعود الآن إلى الزيارة الأخيرة لرئيس بعثة المينوسما الذي أشاد بالالتزام الثابت للجزائر لصالح مسار السلام في مالي، ويلتحق بنا الآن عبر تقنية سكايب من مالي الصحفي محمد مصطفى سنجري الكاتب والصحفي. مساء الخير أستاذ محمد مصطفى سنجري. مساء النور في الشعب الجزائري وكل مشاهدي تلفزيون النهار الجزائرية. شكرا جزيلا لك. بداية أستاذ محمد مصطفى سنجري، نتحدث عن الزيارة الأخيرة لرئيس بعثة مينوسما الذي أشاد بالالتزام الثابت للجزائر لصالح مسار السلام في مالي، ما مدى أهمية هذه الزيارة في استكمال مسار أو اتفاق الجزائر في مالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أهمية زيارة رئيس مينوسما إلى الجزائر تأخذ أصولها من اتفاقية الجزائر التي إن كانت الجزائر هي راعية الاتفاقية، فإن وزير الخارجية الجزائر عبدالله لمامرة هو مهندس الاتفاقية. إذن فعودة لمامرة إلى مقاليد الحكم في الجزائر، يعني هذا سيعطي دفعة
جديدة لتطبيق الاتفاقية بين يعني حكومة مالي وبين المتمردين في الشمال، لأن لامامرا يعني سياسي مخضرم خبير بالشؤون الإفريقية عامة، وبهذا الشأن المالي وهذه الاتفاقية يعني خاصة، فإنه هو يعني كباني البيت، وباني البيت يعرف ما يعرف يعني مركبات البيت ويعرف ما بداخل البيت. إذا فلامامرا يعني عودته إلى مقر الحكم في الجزائر يعني هو الذي يعني هي هذه العودة هي التي ستعطي دفعة جديدة وستساعد الأمم المتحدة يعني تعول كثيرا على وزير خارجية الجزائر للنجاح في قيادة يعني الطرفين لتطبيق اتفاقية الجزائر. طيب أستاذ محمد مصطفى السنجري، ذكرت دور الدبلوماسية الجزائرية ودور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة من أجل استكمال مسار السلم والاستقرار في مالي، لكن هل تعتقد بأنه حتى يتمكن مالي من استعادة كافية عافيته الأمر يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال في مالي بالتحديد، وهذا بالصدع الحاصل بمنطقة الشمال بالتحديد؟ نعم فعلا تنمية الشمال يعني هذه معضلة يعني مشكلة عويصة يعني في اتفاقية الجزائر، وهذه هي يعني النقطة يعني العويصة التي يعني تشكل عقبة يعني صعبة يعني عقبة عقبة كعداء في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية، لأن أهل الشمال يعني يأخذون على الحكومة المركزية إهمال مناطق الشمال في المشاريع التنموية، يعني مستشفيات وطرقات ويعني محطات ومطارات وما إلى ذلك. إذن فهذا الجانب يعني قد أخذ نصيب الأسد في ضمن اتفاقية الجزائر، وتطبيق هذا الجانب هو الذي يشكل العقبة يعني الرئيسية في هذه الاتفاقية أمام الأمم المتحدة. إذا فالأمم المتحدة يعني لا بد لها من أن تنسق مع الجزائر لتجاوز هذه العقبة، فبدون يعني تنسيق قوي مع الجزائر فإن تجاوز هذه يعني النقطة يكون صعبا جدا، وهذا دعا اليوم رئيس مينيسما لزيارة الجزائر، وهو مسعى كذلك تتقاسم كل من منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالدفع نحو تنمية الشمال في مالي حتى يتم استكمال مسار السلم والاستقرار في دولة مالي. الأستاذ محمد مصطفى سنجري الكاتب والصحفي حدثنا على المباشر من مالي، جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. خلينا نمر للأستاذ رشيد علوش، نتحدث عن دور الجزائر في مالي باعتبارها المشرف على الوساطة الدولية للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، في اعتقادك ما هي أبرز التحديات التي لا تزال اليوم تواجه حتى يتم استكمال مسار السلم والاستقرار في مالي بالنظر دائما للجهود الجزائرية في المنطقة؟ التحدي الأول هو أن يتم الذهاب ويتم التأكيد على أهمية وتعزيز تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في أبوابه الخمسة، ونربط ربما زيارة القاسم وان رئيس البعثة الأممية في مالي مينوسما
وايضا بوزير خارجيه مالي عبد الله ديوب، ولكن ايضا بالنسبه للقاسم وان كانت حاضيه بزياره من طرف وزير الخارجيه، من طرف السيد عبد المجيد تبون، ولكن ايضا من طرف السيد شنقريحه رئيس الاركان الجيش الوطني الشعبي. وتم التاكيد على مجمل التحديات التي تواجه منطقه شمال افريقيا وحتى منطقه الساحل الافريقي، وتم ربط ايضا التدهور الامني خاصه بالنسبه في مالي بتاكيد الامم المتحده في الايام الاخيره عن تقرير صادر من طرف الامم المتحده باللجنه المهتمه بدراسه خطر المخدرات على مستوى العالم، بتاكيد على انه المغرب ما زال يعتبر هو المنشا الاول بنسبه 30% بالنسبه لنبتة القنب الهندي، ويتم زعزعة الاستقرار وما زال التمويل للعديد من المجموعات الإرهابية المنتشرة في مالي، يتم التمويل عن طريق الاتجار في هذه المادة. ولكن من الناحية الأخرى تأكيد الجزائر ومن خلال الندوة التي تم رعايتها وتنظيمها في الجزائر، وحضر العديد من مبعوثي الدول وأيضا العديد من سفراء الدول في الجزائر، كان هناك محاولة التأكيد ومحاولة إعطاء الزخم اللازم بالنسبة لاتفاق الجزائر، لأن هناك العديد من الأصوات التي لا تريد لمنطقة الساحل الإفريقي أن تشهد استقرارا، تريد القول على أنه يجب أن نراجع اتفاق السرم والمصالحة الوطنية في الجزائر، وهذا بتأكيد من طرف رئيس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 1 جوان الفارط، حينما أكد صراحة على أن اتفاق الجزائر يشهد عرقلة من طرف العديد من الدول. لذلك تم التأكيد من طرف الجزائر على أهمية أن يتم الوصول إلى تحقيق ربما في الباب السياسي وإشراك المجموعات السياسية وحتى إشراك المجتمعات المحلية في الشمال في الحكومة المركزية في الوسط. في الجانب الأمني أهمية نزع السلاح وإعادة الإدماج وتطبيق القرار 2480 الذي نص صراحة في 2014. وحتى رئيس بعثة المينوسما كان استعرض مجموعة من الأهداف التي لابد أنها تطبق على أرض يتم الواقع الوصول إليها. يتم الوصول إليها بتحديد حتى نستكمل مسار السلم والاستقرار في مالي. أستسمحك نمر الآن للأستاذ محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، يلتحق بنا على المباشر من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد صادق إسماعيل. مساء الخير لحضرتك ومشاهدينك وضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية أستاذ محمد صادق إسماعيل، نتحدث عن دور الجزائر في مالي بالتحديد والعمل الدؤوب والمستمر للجزائر من أجل تنفيذ اتفاق السلم والاستقرار في مالي. من وجهة نظرك ما هي أو ما هو الدور الرئيسي الذي تلعبه الجزائر في مالي، وكذلك ما هي مجمل التحديات التي قد تواجه هذا المسعى؟ بعد التحية لحضرتك ومشاهدينك الكرام، أعتقد طبعا أن دور الجزائر في مالي أو في حتى منطقة غرب أفريقيا هو دور هام جدا. أولا نظرا لأهمية الجيوسياسية للدولة الجزائرية وما وموقعها الجغرافي وأيضا ثقلها سواء على المستوى العربي أو على المستوى الأفريقي، إذا منحها هذا الدور. هذا الدور طبعا هو دور متنامي سواء فيما يتعلق طبعا بالرئيس عبد المجيد تبون أو وزير الخارجية الجزائري الحالي، أعتقد أن لهم دور هام جدا في تفعيل الأزمة سواء فيما يتعلق بمحاولة القضاء على موضوع النزاعات في مالي من خلال طبعا التدخلات السلميه، ومن خلال ايضا احداث نوع من الاثر الايجابي في الازمه الماليه، اضافه طبعا للازمه الليبيه ودور الجزائر المعروف في حل الازمه الليبيه بطريقه سلميه. اذا الجزائر تستعيد دورها سواء على المستوى كما اشرت لحضرتك الافريقي او على المستوى الدولي خطوه بعد خطوه فيما يتعلق بازمه مالي. اعتقد ان الحكومه الجزائريه لها ادوار هامه جدا، اولا في مساله تقريب وجهات النظر بين المتنازعين في مالي، هذا من جانب. من جانب اخر محاولة طبعا السيطرة على حدودها شخصيا، حدود الجزائر فيما يتعلق طبعا بدخول وخروج العناصر المالية وما إلى ذلك، كلها أمور أعتقد أنها واضحة للعيان فيما يتعلق بدور الجزائري. لكن أنا أتخيل أن الدور الجزائري هو دور أكبر. على سبيل المثال رأينا الجزائر تقوم بدور وساطة في مثلا أزمة سد النهضة، إذا الجزائر تتوسع حتى في دورها سواء على المستوى كما أشرت. وكانت هناك مبادرة جزائرية فيما تعلق بأزمة سد النهضة، مبادرة جزائرية 100% فيما تعلق بهذه الأزمة، أزمة سد النهضة. بالتأكيد، يعني أنا أعتقد طبعا المبادرة الجزائرية حتى هي مبادرة هامة جدا وأشاد بها الاتحاد الأفريقي نفسه، سواء فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الجزائري لكل من مصر والسودان وأيضا إثيوبيا، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، خاصة أن هذه المبادرة هي الأزمة، هي المبادرة الأفريقية الوحيدة التي خرجت من دولة أفريقية بحجم وثقل للدولة الجزائرية، خاصة بالعلاقات المتميزة مع الجانب المصري، إضافة طبعا لثقلها في الجانب الأفريقي. أعتقد أن الجزائر عادت لدورها الأفريقي الطبيعي سواء فيما يتعلق بحجمها، سواء فيما يتعلق برديتها للقارة الأفريقية، وأيضا سعيها المستمر لإحداث نوع من التفاعل
سواء على المستوى الافريقي او على المستوى الدولي. اعتقد طبعا ان الجزائر حاليا تقوم بدور هام على ثلاث مستويات في القاره الافريقيه، كما اشرت لحضرتك الازمه في مالي، واعتقد ان الجزائر تقوم بدور هام جدا ودور فاعل في الازمه في مالي من خلال تقريب وجهات النظر كما اشرت لمعاليكي، من خلال ايضا الحفاظ على حدودها، من خلال ايضا مسانده الجهود السلميه في الازمه الماليه، خاصه ان مالي دوله تمتد جغرافيا ودوله ايضا متسعه جغرافيا، لكن بها جماعات ارهابيه تحاول طبعا الجزائر بما لديها من خبره طويله في مجال مكافحه الارهاب في اوائل تسعينات القرن الماضي، واعتقد ان هذه الخبره ربما تضفي مزيد من الثقل على دور الجزائر في الازمه الماليه، هذا من جانب. من جانب اخر لها دور هام جدا في الازمه الليبيه من خلال تقريب وجهات النظر بين الوسطاء الليبيين وصولا طبعا لاستحقاق الرئاسي في نهايه هذا العام، واعتقد ان الدور الجزائري واضح للعيان، اضافه طبعا لدورها عندما سافر وزير الخارجيه الجزائري ثلاث مرات الى الدوله التونسيه من اجل طبعا احداث نوع من التاثير ايضا في الازمه التونسيه، وفي ايضا مساله الوفاق ما بين القوى السياسيه المختلفه، اضافه طبعا لدورها كما اشرت لحضرتك في مساله سد النهضه. اذا الجزائر انا اعتقد انها تقوم باكثر من دور في القاره الافريقيه وكلها ادوار تكامليه من اجل طبعا الوصول الى عوده الجزائر مره اخرى الى دورها الطبيعي في التكامل الافريقي في التكامل العربي، اضافه طبعا الى دورها الذي لا يتجزا في المجتمع الدولي. راينا وزير الخارجيه الجزائري على سبيل المثال يقوم بعده زيارات مكوكيه الى دول اوروبيه والى دول ايضا خارج النطاق الافريقي والنطاق العربي. طيب اعتقد ان كل الامور تفضلي. طيب استاذ محمد صادق اسماعيل، ذكرت جزئيه دور الجزائر المتعلق دائما باستعاده دبلوماسيتها، وهذا الدفع بالعلاقات مع عديد من الدول الافريقيه دائما من اجل العمل على استقرار المنطقه الافريقيه، لانه لما نتحدث عن المقاربه الجزائريه مقاربه سياسيه، هي مقاربة دون مصالح على غرار العديد من الدول وتدخلاتها الأجنبية في عديد من الملفات. أريد العودة فقط إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي ترعاه الجزائر. في اعتقادك بالنظر لهذا الدور المهم في الجزائر، لكن هناك بعض الأطراف التي تسعى لحد الساعة إلى عرقلة هذا المسار الجزائري من خلال عدم ترك أو فسح المجال لتجسيد كافة بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر. بالطبع الجزائر لها دور اهم جدا في مساله طبعا النزاع في مالي، خاصه مع وجود هذا الاتفاق. اعتقد ان الجزائر كانت واضحه جدا منذ البدايه، الجزائر لا تريد احداث نوع من التدخل في شؤون الدول الاخرى بقدر ما تريد احداث نوع من الاستقرار السياسي والاستقرار الامني داخل مالي، وانا اعتقد ان الجزائر لعبت هذا الدور منذ فتره طويله، لكن عندما نتحدث عن الدور الحالي اعتقد انه دور مختلف تماما، سواء فيما يتعلق برأب الصدع في بين الاطراف داخل الازمه الماليه، اضافه طبعا الى دعم الجهود المصالحه سواء فيما يتعلق بالمصالحه السياسيه، سواء فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصاديه وعودتها الى الشعب المالي مره اخرى، سواء فيما يتعلق بالطرح الامني، وهذا طرح هام جدا، لان حضرتك كما اشرت ان هناك بعض الاطراف ربما تحاول عرقله الجهود الجزائريه، وانا اعتقد ان اي محاوله لعرقله الجهود الجزائريه هي محاوله طبعا لزعزعه امن مالي، لان الجزائر لا تريد شيء من مالي اللهم الا الهدوء والاستقرار السياسي الذي يعود بالنفع على الجميع، سواء فيما يتعلق بمنطقه غرب افريقيا او الامن في القاره الافريقيه. حضرتك كما تعلمي ان هناك بعض الجماعات الارهابيه تحاول زعزعه ايضا واستقرار مالي ودول اخرى طبعا في غرب افريقيا، اذا الجزائر تسعى للملمه الجراحه الماليه مره اخرى، اضافه طبعا الى الدعم السياسي المطلق الذي تقدمه الجزائر للاخوه في مالي، طبعا ناهيك عن مساله هامه جدا وهي مساله وجود الامن، لان طبعا مساله الامن هي مساله هامه جدا وتهم الدوله الجزائريه بالاساس، سواء فيما يتعلق بالقضاء على الجماعات الارهابيه، سواء فيما يتعلق بالقضاء على المخدرات المنتشره حاليا في مالي وما الى ذلك، اعتقد كلها امور تنسجم معا لتشكل في النهايه دور جزائري قوي جدا على المستوى السياسي كما اشرت حضرتك، على المستوى الامني، اضافه طبعا الى الدور المتنامي حتى لمسانده الاشقاء في القاره الافريقيه، راينا حتى الرئيس عبد المجيد تبون يتحدث عن دعم الجزائر المطلق لاي ازمه في الازمات الافريقيه من اجل عوده الهدوء والاستقرار مره اخرى، ومن اجل اجنده افريقيا 2063 التي طبعا تم طرحها، كل الجهود ربما تتشاكل معا وتتكامل معا من اجل احداث نوع من التوعيه مره اخرى والتنميه في افريقيا، واعتقد ان الجزائر تقوم بدورها على هذا النحو، سواء في الازمه في مالي كما اشرنا، سواء في الازمه في تونس، سواء في الازمه في ليبيا، او حتى دعم ملف سد النهضه وايضا القيام بدور الوساطه الجيده في هذا الملف. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه، حدثنا على المباشر من القاهره، شكرا لك على كل هذه التوضيحات التي قدمتها. جزيل الشكر. شكرا لك. خلينا نعود مره ثانيه للاستاذ فيصل مقدم، دائما الجزائر ودورها في مالي من اجل العمل على تجسيد بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر فيما يتعلق اساسا بمسار السلم والمصالحه في مالي. هل تعتقد استاذ فيصل مقدم انه من بين العراقيل التي لا تزال تقف عائق امام استكمال مسار السلم والمصالحه في مالي
والتهديدات الإرهابية التي لا تزال تعرفها المنطقة بالتحديد، نتحدث عن مالية. نعم، لا بد من التنويه أن الجزائر دائما وقفت موقفا يعني يتماشى مع الوحدة الترابية لمالي عبر عدة جولات منذ التسعينات. أولها كانت قمة 90، قمة تمرست، قمة جانات، لقاء الجزائر 96 2006. لكن مؤخرا يعني بعد الانقلاب 2012 كانت الجزائر هندست للأزمة المالية الأزودية منذ 2012 إلى 2015، يعني عبر أربع جولات. كانت آخرها اتفاق السلم النهائي، اتفاق السلم والمصالحة المضي في الجزائر، اللي كانوا حضروه بعض الأطراف الدولية، الاتحاد الأوروبي، ممثل بعثة المينوسما كذلك. لما حتى إذا كان في هذا المصطلح مينوسما ماذا تعني؟ يعني البعثة الأممية المتعددة الأطراف للاستقرار والأمن في مالي. هذا إن دل على شيء إنما يدل على البعد الأمني لمسار الجزائر، الذي يعني اليوم شفنا القاسم وان مبعوث الشخصي الأمين الأممي أمين غوتيرس اليوم يعني بعد المحاضرة اللي كانت يعني جرت منذ يومين في قصر المؤتمرات اليوم كان يحاول أن تنفذ استراتيجية، عدة استراتيجيات لهذا الاتفاق، أولها البعد الأمني، لأن التهديدات المحاطة بالحدود أو داخل إن صح التعبير داخل التراب المالي، هذه حالة دون الوصول إلى اتفاق سياسي، لأن أزمة البناء السياسي وأزمة بناء الدولة الوطنية هي عائق من بين العوائق اللي تكون ضد الوحدة الترابية لمالي. هذا من جهة. من جهة ثانية كذلك يعني ما طرح وهو يعني كان حتى لقاء رئيس الأركان سعيد شنقريحة طرح لابد من التنويع على المسار والبعد الثاني لاتفاق السلم والمصالحة اللي يتعلق بالجانب التنموي. يعني لابد من تنمية الشمال كما تفضل زال الضيف من مالي، لابد من التنمية. وهي وجهة نظر الجزائر بأنه نعم. هذه الأزمة أو أن الحل ضمن هذه الأزمة كذلك يمر كذلك من خلال التكفل الفعلي بمسائل تنمية نعم. سكان الشمال بالتحديد، والمسعى للتقاسم كذلك مع الجزائر كل من منظمة الأمم المتحدة وكذا الاتحاد الإفريقي. نعم، يعني كهي رئيس الوساطة الدولية كذلك مع هذا الاتحاد الدولية، لأنه غياب البنى التحتية في الشمال المالي لا يمكن يعني تنفيذ المسار الأمني دون المسار التنموي. وهذه يعني الاستراتيجية التي كان معول عليها من طرف السيد قاسم وان في الجزائر لتنفيذ هذه الاستراتيجية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لأنها هي راعية السلام وراعية الاتفاق، وبالتالي لتنفيذ مخرجات وبنود ومضامين ذلك الاتفاق لابد يعني الجزائر حرصها لإعادة تفعيل هذا الإعلان يعني في مسارها التنموي بالتعاون مع كافة الأطراف اللي كانت حاضرة في الاتفاق، وبثقة الاتحاد الإفريقي وكذلك الأمم المتحدة التي كانت راعية لهذا الاتفاق. وكذلك ما ننسوش مهندس الاتفاق اللي كان رمضان العمر آنذاك، اليوم يعني راهو على اطلاع بكافة يعني معوقات هذا الاتفاق التي حالت يعني دون تجسيده في أرض الواقع ودون جعله مرجعية يعني المضي قدما نحو التنمية اللي كان ضمن المضامين، لأنه هذا الاتفاق له أبعاد وله استراتيجيات. اليوم نجد المبعوث الأمين العام اللي كان خلال مداخلته وخلال المحاضرة يعني نوه على البعد التنموي، لأنه هو الركيزة الأساسية وهو البند الرئيسي في الاتفاق المعول عليه لتنمية المالي والحيلولة دون الانزلاقات، لأنه أي انفلات أمني اللي تشهدها المنطقة بعد قد يعصف بالاتفاق برمته الجهود التي لا تزال متواصلة. وعلى هذا الأساس لو سمحت فقط نجد أن المبعوث الشخصي نوه بتفعيل والإسراع في وتيرة التطبيق الحرفي والتطبيق الجوي لكل بنود الاتفاق، لأنه إذا كان اليوم تسهلنا مع هذه الجماعات الإرهابية وخليناها يعني تمضي تعصف بالاتفاق، واليوم يعني ما الشرعية الدولية راهي تنادي اليوم كذلك للجزائر كدور محوري ودور فعال في تفعيله والمضي به إلى مرحلة العملية والميدانية. طيب أستاذ رشيد علوش، تحدي أمني بالإضافة إلى تحدي تنموي، نعم. إلى أي مدى هذان العاملان لو يجدان طريقهما بإمكان إعادة تفعيل والدفع من جديد بعملية تجسيد كافة بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر فيما يتعلق بحل الأزمة في مالية؟ ونعود فقط أختي مجيدة للأبواب الخمسة بالنسبة للباب السيال. الباب الأول متعلق بأحكام عامة، مبادئ عامة. الباب السياسي هناك أسباب موضوعية نظرا للانقلابات المتكررة لم يتم الوصول إلى تطبيق، وحتى كان هناك إلزامية أن يتم إجراء تعديل دستوري
الذي كان من احد الشروط التي يمكن بناء عليها تطبيق العديد من البنود في الباب السياسي. الباب الامني كما قلت من قبل، الزاميه ان يتم تسريح المجموعات المسلحه ونزع سلاحها واعاده ادماجها في المؤسسات الامنيه وفي الجيش المالي. لم يتم الوصول الى الرقم المحدد من طرف الامم المتحده بناء على القرار 2480 في 2019، والذي حدد على انه من المزمع في 2019 في جوان من 2020 يتم الوصول الى اعاده ادماج ونزع سلاح 3000 مقاتل. لم يتم الوصول الى هذا الرقم، وصلوا الى حدود 1800 رقم فقط. بالنسبه للباب المرتبط ايضا بالتنميه والاشراك المجموعات في الادارات المحليه وفي الحكم المحلي، لم يتم الوصول الى هذا الرقم بسبب التدخلات العسكريه الاجنبيه، خاصة بالنسبة للقوى الدولية ممثلة في فرنسا. فرنسا لو نعود للاستراتيجية في منطقة الساحل الافريقي، نسبة التكلفة العسكرية في 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 المنطقة سنويا تقارب 1 مليار أورو. في اللجنة المتابعة اكثر من 8 سنوات، نعم، من التواجد في منطقة الساحل الافريقي، لكن نتائج مخيبة للأمل. لو نربط فقط بين التواجد الفرنسي في منطقة الساحل الافريقي وما تشهده افغانستان اليوم من انسحاب مجمل الادارات ومجمل رجال الشرطة ورجال الامن الذين تم تكوينهم من طرف الأمم المتحدة وتم تكوينهم حتى من طرف حلف الناتو. نفس الشيء بالنسبة لمنطقة الساحل الأفريقي، تتدخل القوى الخارجية تعمل لخدمة مصالحها الاستراتيجية فقط، متناسية خدمة ومتطلبات المجتمعات المحلية التي كانت سببا في العديد من المرات في الانتهاكات، في انتهاك العديد من حقوق الإنسان في تلك الفترة، وآخرها الهجمة بالنسبة لعملية بيرخان الفرنسية في 3 جوان من هذا العام. ونعود فقط بالنسبة للتنمية المرتبطة بالأمن، بالنسبة للباب الثالث المرتبط بالتنمية، شهدنا في الدورة الأخيرة في 43 التي اعتبرت تاريخية من طرف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، التي تم عقد لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية رقم 43، كانت في شمال مالي وكانت أيضا بتحضير من طرف الجزائر، تم اعتبارها كجلسة تاريخية. كان هناك اتفاق من طرف الجزائر على أن يتم إعادة بناء وإعادة تهيئة البنى التحتية، خاصة بالنسبة للمدارس المستشفيات وحتى بالنسبة للطرق، في محاولة أيضا لقطع الطريق على المجموعات المسلحة التي تتخذ من هذه المشاكل كذريعة لاستقطاب العديد من المقاتلين. فرنسا فقط قدمت 3 مليون أورو في تلك الجلسة، فرنسا قدمت 3 مليون أورو للمساهمة في هذا الاتفاق. نعود أيضا للبند الخامس المتعلق بالمصالحة الوطنية، يجب عليك الآن أن ترمم المشاكل وترمم أيضا التظلمات الاجتماعية التي تم تكريسها منذ 2012، خاصة بالنسبة للهياكل أو للمجموعات الأمنية أو للميليشيات المجتمعية التي دربتها فرنسا منذ تواجدها في المنطقة. يعني كما هو معلوم، عندما تكون هناك عملية فرنسية عسكرية في المنطقة، يتم بعد تحرير المنطقة تسليمها للميليشيات المجتمعية أو بالنسبة بين قوسين لمجموعة جي 5 ساحل، التي بناء على روابط أو بناء حتى على بنى إثنية وعرقية تنتهك العديد من الحقوق. طيب أمام كل هذه التحديات، نعم، هل استكمال المسار قد يواجه عدة عراقيل؟ العراقيل هو إن تم هناك أو زاد التدخل الخارجي، أما من ناحية استكمال المسار فهو حتمية بالنسبة للأمم المتحدة، يعني ليس هناك بديل. لابد من توفير الشروط اللازمة. الشروط اللازمة كما قلت من قبل، أممية تحدث الأمم المتحدة، تحدث الاتحاد الإفريقي. الأمم المتحدة تضغط أيضا من عن طريق القرارات الملزمة للدول الأطراف، ولكن أيضا الدول المتدخلة تضغط بتبديل وإعادة انتشار عملياتها العسكرية، خاصة بالنسبة لفرنسا. تحولت من تشاد ومالي، انتقلت في الآن تتمركز في النيجر، في محاولة أيضا للتنافس مع القوى الدولية أو الدور المتعاظم لكل من روسيا الصين وتركيا في منطقة الساحل الأفريقي. من ناحية أخرى الضمانات بالنسبة للتوقيع، يعني الجزائر عن طريق الأمم المتحدة وأيضا عن طريق الاتحاد الأفريقي قدمت الاتفاق، تم رعاية الاتفاق من طرف هذه الدول ومن طرف هذه المنظمات. الاتفاق الآن بأبوابه الخمسة موجود، يجب أن يتم الوصول إلى تحقيق ربما حتى في الشق السياسي الأمني وحتى بالنسبة للتنموي، حتى إلى 50% فقط في شق سياسي وفي شق أمني، لنصل إلى رؤية ثمار هذا الاتفاق. الآن يتم تم الوصول فقط إلى 20%، وهناك عرقلة من طرف العديد من القوى داخليا حتى بالنسبة للحكومة المركزية في مالي. عندما يتم الحديث على يمكن أن يتم إعادة مراجعة الدستور لتضمين الاتفاق صراحة وإشراك مجمل المجتمعات في العملية السياسية، نشهد انقلابات عسكرية دورية في مالي. لذلك فإنه حتى هجمات إرهابية، نعم، كذلك التي لا بديل تحصف بأمن واستقرار مالي بالتحديد. بالتأكيد أختي مجيدة، لا بديل عن اتفاق السلم والمصالحة، لأنه الاتفاق نابع أصلا بإشراك المالي
أنفسهم شاركوا في صياغة هذا الاتفاق، والاتفاق تم بناؤه لإخراج الدولة المالية ولإخراج أيضا مجمل منطقة الساحل الإفريقي من التهديدات الأمنية. ولكن أيضا في الطرف الآخر لو نعود إلى التهديدات الأمنية أو حتى الهجمات الإرهابية التي تحدث دوريا وزادت وطأتها في هذه الأيام منذ بداية شهر أوت، نشهد هجمات ونشهد سقوط مواطنين وسقوط حتى جنود في مالي، في تشاد، في النيجر، وحتى في وصولا إلى منطقة بحيرة تشاد الكبرى. فيما مضى كان هناك يتم الحديث عن تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي، اليوم يتم الحديث عن تنظيم الدولة الإسلامية، يتم الحديث أيضا عن تنافس مع تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، بالإضافة لتوغل وبداية زحف تنظيم بوكو حرام من نيجيريا إلى النيجر، والآن يتم الحديث القول بأن هناك تنافس حتى خاص على مستوى المنطقة الحدود الثلاثية، منطقة ليبتاكو غورما بين النيجر مالي بوركينا فاسو، التي تعرف في هذه كبيرة تزال منافسة كبيرة جدا بالمنطقة، وتعرف غياب لمجمل السلطات المحلية للدول الثلاث. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رشيد علوش الباحث في الشأن الأفريقي، كما أشكر الأستاذ فيصل مقدم أستاذ القانون الدستوري، شكرا جزيلا لكما على كل هذه التوضيحات التي قدمتموها حول ملفنا. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المنى، وفي أمان الله.